للمزيد ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور، أرحب بك على شاشة القاهرة. كيف ترى التقارب الألماني من الصين؟ هل هو يخدم فكرة التعددية القطبية بالتعاون أوروبي صيني حديث أمام الولايات المتحدة؟ بالتأكيد، يعني بداية تحية لك وللمشاهدين جميعا. الحقيقة أن الموقف الآن الدولي في حالة من يعني الانتقال من القطبية الأحادية إلى القطبية المتعددة، وهي نتيجة العديد من المتغيرات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. وبالطبع القضية الفلسطينية وحتى منطقة الشرق الأوسط منذ اشتعال الصراع في أوكرانيا قبل ذلك، ثم في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في مدينة غزة أو في قطاع غزة، بدأ الولايات المتحدة بدأت تحاول تهدئة المنطقة بحيث لا يمتد الصراع من داخل فلسطين ومن داخل قطاع غزة إلى الدول المجاورة. رأينا كيف نجحت الولايات المتحدة إلى حد كبير في لجم أي محاولة لتشديد الصراع. حتى لاحظ حتى المنطقة الشمالية ما بين لبنان، حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، يعني كلما اشتد الصراع كانت تحاول دائما الولايات المتحدة تهدئة الصراع، وبحيث يكون فقط تحت السيطرة بما لا يسمح بأن يكون هناك اشتعالا للحروب في المنطقة. هذا لماذا هذا كله؟ لأن الولايات المتحدة أصبحت ليست قادرة في البداية، يعني يجب أن نقول أن الولايات المتحدة أصبحت ليست قادرة على خوض الحروب الكبيرة في العديد من المناطق، هذا أولا. وثانيا، هناك العديد من المصالح الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وفي حتى بشكل عام على مستوى العالم. حتى يعني الولايات المتحدة لا تريد أن تمتد الصراعات في جنوب الصين أو في المناطق الجنوبية عموما لبحر الصين. وبالتالي الولايات المتحدة ليست قادرة كما تفضلت. الآن هناك إشكالية، هذه الإشكالية مرتبطة مباشرة في إذا ما اشتعل الصراع ما بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، هناك مصالح أوروبا كلها في حالة خطر وليست الولايات المتحدة. ما هي هذه المصالح؟ على مستوى التجارة الدولية أولا، على مستوى البترول الذي بدأ يرتفع ويتصاعد الآن، على مستوى الاستقرار، على مستوى الرعاية، والكثير من العلاقات والأمور التي يعني أصبحت الآن واضحة للعيان أن هناك حالة من الرعب لدى حتى المجتمع الغربي الأوروبي. هو لن يصاب بشكل مباشر من أثار الحرب، لكنه سيصاب بشكل غير مباشر على المستوى النتائج. يعني النتائج ستكون كارثية على الاقتصاد، على الأمن، على الاستقرار. هناك ملايين من سكان هذه المنطقة ربما ينزحون إلى أوروبا أو إلى مناطق أكثر أمنا في العالم. نعم دكتور، كما نرى فرنسا وكندا وبريطانيا، يعني بعيدا عن الولايات المتحدة، هناك ثلاث دول عظمى هما الآخرين اتفقوا جميعا على خفض التصعيد. كيف ترى أو كيف قرأت تلك الاتفاقات؟ أخي عمر، كل العالم يتفق الآن على عدم التصعيد. الولايات المتحدة أولا، أوروبا، فرنسا كما تفضلت، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الصين، كل العالم لا يريد أن يكون هناك اشتعال الحرب، لأن الاشتعال الحرب في منطقة الشرق الأوسط ستجر الأقطاب الدولية. لا روسيا حتسمح بسقوط إيران ولا الصين حتسمح بسقوط إيران، وأيضا الولايات المتحدة ودول الغرب لن تسمح بسقوط إسرائيل. وبالتالي نتنياهو يريد أن يجر المنطقة إلى حرب بحيث يبدو أنه هو المنتصر، وهي مسألة حرب هيمنة. يعني يريد نتنياهو أن يجر الولايات المتحدة ويجر العالم إلى صراع بحيث يظهر أنه قوي وأنه يستطيع أن يردع أي دولة في المنطقة بعد الذي جرى في 7 أكتوبر. لذلك هو اعتدى على القنصلية الإيرانية في سوريا. هو يعتقد تماما بأن إيران لن تستطيع الرد إلا بعدما يتم استهداف أراضيها مباشرة. والقنصلية الإيرانية في سوريا هي أرض من أراضي، يعني أرض من الأراضي الإيرانية، ولا يجوز وفقا للقانون الدولي واتفاقيات فيينا الخاصة بالشؤون الدبلوماسية لا يجوز الاعتداء عليها وبالتالي على سيادتها. دكتور، ما هي الفائدة التي قد يحققها بنيامين نتنياهو من إشعال المنطقة في الشرق الأوسط وفتح جبهات متعددة برأيك، يعني قبل أشهر من عمليات الانتخابات في الداخل الإسرائيلي؟ ما هو الذي يستفيده أو ماذا يستفيد نتنياهو من ذلك؟
يعني نتنياهو كان قبل ضربة القنصلية السورية الإيرانية في سوريا كان في حالة مزرية على المستوى الداخلي الإسرائيلي. نعم. المجتمع الإسرائيلي كان يطالبه بالرحيل بشكل مباشر، السقوط، يعني لا نريدك، نريد انتخابات مبكرة. أيضا القضاء الإسرائيلي يطالب فيه يعني التوجه إلى المحاكم، وهناك عليه قضايا كما نعلم جميعنا. المجتمع الدولي يدين أي هجوم بري على رفح، وطالبوا الولايات المتحدة أيضا نفسها تطالب من نتنياهو عدم دخول حرب شاملة في مدينة رفح، لأنها ستؤدي إلى كارثة كبيرة جدا. التعاطف الدولي كله أصبح ضد نتنياهو. نحن يعني المجتمع الدولي والغربي تحديدا هو مع إسرائيل بالمناسبة، يعني مع إسرائيل، ولن يسمح بأحد أن يهجم عليها، وبالتالي مسألة الدفاع الاستراتيجي عن إسرائيل موجود، لكن لا نريد إسرائيل أن تدخل حرب شاملة ضد المدنيين والإنسان الفلسطيني الموجود في غزة، وتحديدا في مدينة رفح، والذي يعاني المعاناة، الكوارث واللجوء والوضع المادي والاقتصادي والأمني، وكل ما يعني كل مناحي الكوارث الموجودة في العالم هي موجودة في رفح الآن. وبالتالي العالم لا يريد من نتنياهو ذلك، وكان هناك تعاطفا كبيرا جدا ضد نتنياهو، يعني تعاطفا دوليا مع الإنسان الفلسطيني ضد نتنياهو وسلوكه في لمنعه من الحرب أو منعه من الهجوم على رفح الآن. نعم دكتور شعث، في نبأ عاجل دكتور منذ قليل قالت إيران إنها سترد على أي رد إسرائيلي في غضون ثواني، هل طهران تقصد بذلك توجيه ضربات أخرى لتل أبيب من نقاط أقرب لها أو من خلال وكلائها، يعني ربما حزب الله في لبنان أو الفصائل العراقية؟ نعم، أنا فقط أود أن أوضح نقطة سأعود إلى هذا السؤال. بعد الضربة التي جرت في القنصلية، هو لفت الأنظار كلها إلى أن يتعاطف مع إسرائيل مرة أخرى، ومع الاحتلال الإسرائيلي، ومع نتنياهو مرة أخرى لدعمه في الدفاع عن إسرائيل، وبالتالي يعني انشغل العالم عن قضية غزة وعن الصراع في غزة وعن المعركة في رفح، وبالتالي نتنياهو حصل أيضا على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة للاستعداد لمعركة إيران، أيضا حصل على الضوء الأخضر للدفاع عن أراضيه، وشكل تحالفا دوليا لحمايته. هذا نقطة نجح فيها نتنياهو، أجل كل عملية المظاهرات التي كانت ضده. النقطة الثالثة أنه حصل على دعما عسكريا بقيمة 2 مليار و 700 مليون دولار من الولايات المتحدة، والتي كانت قد توقفت قليلا انتظارا إلى الاتفاق على فكرة الهجوم على رفح. الآن نعود إلى سؤالك بشأن يعني الاستعداد الإيراني. طبعا إيران أول لحظة أعلنت فيها رسميا عن هجومها على الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الولايات المتحدة، وأبلغت دول العديد من المنطقة، وأيضا أبلغت دول أوروبية، وأبلغت دول إقليمية كبيرة مثل تركيا والعديد من دول العالم. لماذا أبلغتهم؟ أنها في إطار الرد استنادا إلى الفصل السابع من القانون الدولي. هذه مسألة أنا أعتقد أنها حق من حقوق الدول أن تستخدم هذا الحق استنادا إلى المادة 51 التي تعطي الحق للدولة بالدفاع عن أراضيها والرد المناسب على أي اعتداء على أراضيها. وبالتالي الصين إيران فعلت ذلك. الآن في بيانها الذي عممت على العالم أنها في حال ارتكبت إسرائيل مرة أخرى تصعيدا جديدا وهجمت على إيران بأي عملية، هي تعرف أنها يجب عليها أن ترد، لأنها وضعت نفسها في خانة أنها مسؤولة عن أراضيها وحماية أراضيها، وهذه مسألة سيادة. لكن أنا أعتقد أن الولايات المتحدة ستحاول أن تلجم إسرائيل أيضا، بحيث يكون الرد، يعني إذا أرادت إسرائيل أن تضرب إيران يجب عليها أن تضرب في مناطق بما لا. أشكرك دكتور أسامة شعث، وصلت الفكرة. أشكرك دكتور، كنت معنا من القاهرة دكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية.